واحنا بنتكلم دلوقتي في مباريتين شغالين في نفس الوقت، في مباريات شغاله وكاس العالم ما زال بيمارس المفاجاه او عنصر المفاجاه على كل المشاهدين والمتابعين، تحديدا الفرق العربيه السنه دي نقدر نقول انها في قمه تالقها، الفرق العربيه المشاركه نقدر نقول انه ده افضل كاس عام او افضل اداء لمنتخبات عربيه في مسابقات كاس العالم كلها، واحنا مرتاحين. لانك هتفتكر اداء السعوديه مثلا اللي حتى رغم خروجها الا انه ادائها كان عظيم ومميز ومفاجئ للجميع. تونس اللي وهي بتخرج كده عملت خروج مشرف وكسبت بطل العالم، فبرضه تونس عملت مفاجاه للعالم كله. وتفضل بقى العزيزه الغاليه المغرب اللي تخليك ترجع تفتكر قد ايه انت فرحان وفخور بدوله عربيه افريقيه حققت انجاز وصعدت اول مجموعتها وبرضو عملت مفاجآت عظيمه وانها بتتفوق على بلجيكا وعلى كرواتيا وتبقى اول واحده من اصعب المجموعات. اصداء بقى التاهل المغربي واللي حصل من امبارح لحد النهارده وتاهل المغرب للدور الثاني في كاس العالم نعرفها اكتر من الصحفي المغربي الاستاذ سعيد قدري. مساء الخير على حضرتك استاذ سعيد. مساء الخير استاذه دينا عبد الكريم، اهلا وسهلا بك، احييك من المغرب واحيي جميع المشاهدين الكرام على في مصر وفي الوطن العربي. احنا بنبارك لك وسعداء جدا بفوز المغرب، لكن كمان متخيلين التفاصيل، الاجواء بتاعه متابعه الجمهور المغربي في قطر هي اجواء رائعه، فنقدر نتخيل اجواء الجمهور المغربي في المغرب، لكن حضرتك قول لنا تفاصيل اكتر عن استقبالهم لهذا التاهل. مبروك علينا جميعا، مبروك لكل المصريين، كذلك مبروك لكل العرب في كل مكان. بالفعل كانت الأجواء رائعة جدا يوم أمس بمجرد إعلان الحكم نهاية مباراة المغرب ومنتخب كندا بفوز المغرب. الأكيد أن الأجواء كانت حماسية، شارك الأطفال والنساء والشيوخ والشباب وكل الفئات العمرية شاركوا في هذا الحفل الكبير الذي شهدته ساحات وشوارع مدينة طنجة ومدن الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أكادير ومدن المدن في الجنوبية. الأكيد أن هذه الفرحة وبالأمس كانت فرحة للعرب. أثناء تجولنا بالشارع شاهدت أكثر من علم وعلم لجمهورية مصر العربية، شاهدتهم وبعض الجماهير المصرية، عدد من الأفراد الجالية المصرية المقيمين هنا بالتأكيد. على سبيل المثال بمدينة طنجة احنا هنا كمان أستاذ سعيد بنحتفل، يعني ما بالك المصريين الموجودين في المغرب. أنا عاوز أسأل حضرتك وبعتقد أنه ده في الوسط الرياضي أو في التفاصيل التحليل الأداء الرياضي مهم جدا نعرفه، أنه ده مش الصعود الأول لفريق المغرب، صعدت قبل كده للدور الثاني عام 86، لكن المرة دي أعتقد وأتوقع أنه الفريق المغربي مش بس هيحتفي بالصعود لكنه بيترقب أنه يؤدي نتائج مذهلة أكتر في الدور الثاني. قول لي عن رحلة الفريق المغربي بقيادة مدرب محلي، مدرب مغربي محلي، إلى أين تعتقد أنه الفريق المغربي يمكن أن يقدم ويذهب في هذه البطولة؟ الزميلة والأخت دينا، الأكيد أن الطموح الجماهير المغربية والطموح المحللين الرياضيين لم يتوقف في مباراة يوم الثلاثاء المقبل أمام الفريق الماتادور الإسباني. الأكيد أن الطموح مرة بالأداء، والكل هنا يقول ويتمنى وصول المنتخب إلى المربع الذهبي، هذا مرده إلى الأداء الكبير الذي حققته العناصر المغربية في مونديال قطر. وطبعا كان هناك بعض التخوف من منتخب كرواتيا، لكن بمجرد دخول العناصر الوطنية لمباراة بلجيكا وهزم بلجيكا المحتلة للمرتبة الثانية عالميا،
بدا الطموح يكبر ولم يكن هناك تخوف من الانتصار على كندا، حتى ان المحللين الرياضيين اكدوا ان الانتصار وارد على منتخب كندا، وهذا ما تاتى في الشوط الاول الذي تابعناه يوم امس. لكن اليوم ومن خلال الاجواء التي خلفها الاداء العناصر المغربيه هناك في قطر، فان الطموح كبر وكبر طبعا بالوصول الى المربع الذهبي، ولما لا هزم منتخب اسبانيا في المباراه القادمه يوم الثلاثاء المقبل. هناك شبه اجماع على ان المنتخب المغربي لا يمكن ان تتوقف مسيرته يوم الثلاثاء المقبل بتاتا. هناك امل كبير لدى الجمهور المغربي ولدى كل المحللين والمهتمين بالشان الكروي حتى على المستوى العربي. اعتقد انه ده ايضا املنا استاذ سعيد، انه الا تتوقف مسيره المنتخب المغربي يوم الثلاثاء القادم، وتوقعك بالفوز على اسبانيا هو دعاء الملايين من العرب ومن الجمهور، جمهور الكره في افريقيا او في الوطن العربي. بكرر شكر حضرتك الصحفي الاستاذ سعيد قدري من المغرب. الحقيقه انه رسائل النجاح طول الوقت هي رسائل مهمه جدا، وزي ما كنت بتكلم مع زمايلي قبل الهوى انه كاس العالم السنه دي يمكن في هذه الرساله وبقوه، انه هناك مفاجآت في كرة القدم وهي جزء من المتعة، دي حاجة أعتقد إن احنا نعرفها ومتوقعينها، لكن خروج الكبار وانتصار فرق كبيرة ما كانتش مصنفة إنها فرق خطر، زي ما كنا بنكلم حضراتكم عن أداء مثلا فريق السعودية، تونس هو فريق قوي كالعادة، لكنه بالنسبة لبعض الفرق ممكن يعتبر إنه يقدر يهزمه بسهولة. هذا الأداء بيكرس جدا فكرة أنه لا يصح إلا قدر كبير من الاجتهاد واحترام المهارات. جمهور المغربي ورحلة الفريق المغربي هي أيضا رحلة تقدم الاجتهاد كطريقة للفوز، وأنه ينفع جدا أنك تنافس الكبار إذا كنت تعتقد أنك كبير بالفعل وإذا كنت قادر على ذلك. مازالت رحلة كأس العالم هي رحلة ممتعة جدا حتى الآن، مبهرة جدا.